يا صباح الفل واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ الحياه. هنعمل النهارده وصفات حلوه مختلفه تناسب الايام اللي احنا فيها دي. طبعا الزيارات بتكتر الايام دي وعايزين نقدم حاجات حلوه وشكلها شيك، بس في نفس الوقت عايزه اخد بالي من التكلفه علشان ما اكلفش نفسي كتير. هنعمل دلوقتي مجموعه كنبيهات باقل تكلفه ممكنه، يعني ممكن هنلاقي لانشون وهنلاقي افوكادو وهنلاقي الحاجات دي كلها، بس كلها بكميه بسيطه، وفي الاخر هلاقي انها عملت لي كميه كبيره قوي للتقديم. المقادير بتاعتنا بقى ايه؟ هستعمل جبنه قريش، مكعب صغير جبنه قريش، هستعمل كريم تشيز، يعني ممكن اجيب اللي هي ربع كيلو، سمسم حبه البركه، افوكادو حبايه واحده، سماء، رمانايه، شويه زيتون. الزيتون ده هيبقى هنعمله بطريقه مختلفه حلوه قوي بس يكون مخلي. كزبره خضراء، هستعمل حبه بنجر، طبعا توست هو ده البيز بتاعي. جمبري مسلوق برده شويه صغيرين اللي هو من الصغير خالص. خيارايه كبيره، علبه تونه صغيره وشويه مايونيز. هستعمل بقى لانشون تركي تشيدر، بيض مسلوق بالكميه اللي انت عايزاها، ومش هنستعمل كتير. اول حاجه هعمل الصوصات او الكريمه اللي هشتغل عليها التوست. خلاص هاجي اول حاجه هجيب جبنه قريش، هاخد جبنه قريش وهضربها مع شويه ثوم شويه كزبره ورشه شوت بسيطه. خلاص طبعا علشان الجبنه تبقى كريمي هحط لها شويه زيت زيتون علشان تطرى معايا وتبقى بسم الله. بصوا تبقى اهي بنعمها خالص قدر الامكان. اهي بتزودي عليها طبعا في بالمعلقه علشان تنعم تماما، وهحطها في كيس. انا بجيب كيس الحلواني اللي هي الديسبوزبل بتترمي، او كيس ساندوتشات، كيس ساندوتشات. ودي هنحطها ادي اول واحده هنحطها في احمد لو سمحت، الاكياس اللي هي بتترمي هنحط دي اول واحده. هاجي بعد كده هعمل خليط من المايونيز والتونه، علبه التونه هجيبها بسم الله الرحمن الرحيم، ومع مايونيز هحط فيها شوية شبت بسيطة، هحط فيها أقل من نص فص توم. خلاص وبرضو ههرسها ناعم عشان أنا هستعمل كيس الحلواني في إن أنا أحط الحاجات على التوست، فسواء عايزاها على شكل الوردة أو عايزاها دايرة بس هيبقى شكلها أشيك وأنضف لو عملتها بالكيس. ممكن تعمليها بالمعلقة بس بالكيس هتبقى أحلى كتير قوي معاكي. ده برضو هنروح حاطينه في كيس، في كيس حلواني تاني اللي فتحته مدورة. هاجي أعمل نوع تالت، بنجرايه مسلوقه اهي متقشره طبعا، وهحط معاها بس احنا متهيألي يا احمد هنحتاج هنحتاج الصغير عشان تنعم لان ده كبير عليها، بس هنجرب على ما يجي. بسم الله
هقلبه طبعا علشان يمتزج كله. احنا هنعمل الجبنه او البيز او الصوص، سميها بقى زي ما انت عايزه، علشان هنشتغل بيهم الاساس، والتشكيل اللي فوق ده هيرجع بقى لذوق الشخص بتاعك وانت عايزه تعملي ايه. انا بصوا عايزه اعملها لكم بطريقه بسيطه وسهله، علشان ادي صوص كمان. ده البنجر ده ممكن يبقى فيه قطع بسيطة، فعشان كده هحطه في كيس ما فيهوش تب، ما فيهوش الراس الستانلس دي، كيس سادة خالص هيتحط فيه عشان اعرف اطلعه وما يقفش معايا. فكيس من غير تب لو سمحت. ادي هنشيل دول عشان نعرف نشتغل. معلش يا احمد انا النهارده نجريك. هاجي اعمل صوص كمان، هعمل كريم تشيز مع مايونيز وشبت. اوكي ادي كريم تشيز، خلي دي وهحط عليها مايونيز دي، علشان الكريم تشيز مع المايونيز والشبت دي علشان ايه؟ علشان لو هحط جمبري، هحط سمون في ميه، هحط اي بحريات، وممكن احط كمان الكلامز اللي هو بلح البحر، بيبقى ساعات بيتباع في اكياس كده مخلي، ممكن برضو يتحط مكان الجمبري. ادي صوص مايونيز مع كريم تشيز، وممكن تحطوا جبنه قريش كمان، معلقه جبنه قريش معاه، وده بالشبت علشان احطه مع الحاجات البحريات. اوكي اهو بصوا اهو، كريم تشيز مع معلقة جبنة قريش، مايونيز وشبت. خلاص ده برضو نوع صوص او بيز. هاجي اعمل حباية افوكادو اهي، هحطها الميكسر بتاعي، وهحط معاها شوية كريم تشيز. اهو اهو، ده سميك شويه، فممكن احط التاب بتاعه اللي زي الورده. اوكي علشان ده تخين هيعمل لي ورده كده. فاضل صوص خلاص تقريبا كده الصوص. هنعمل ايه؟ هنيجي احط الزيت على النار. ادي الزيتون المخلي، خلينا نشيل ده عشان نعرف نشتغل. هنحط بقى كريم تشيز سادة من غير حاجة، برضو هنحطها في كيس علشان نعرف برضو نشتغل بيها. خلاص وهنشيل الزيت ونشيل، وهنحط مايونيز مع توم برضو لوحده في كيس لوحده، كيس سادة. وهاجي ابتدي اعمل اول حاجة عندي هنا، هجيب بيض وهحط شوية فلفل اسود معاه كتير، اوكي بداية، وادي دقيق، هجيب الزيتون اغلفه بالدقيق، وبعد كده هحطه في البيض،
اقلبه في البيت كويس عشان يتغلف كويس، عشان لما احطه في البقسماط يبقى كله متغلف في البقسماط. اهو هجيب البقسماط وهروح من الزلام مسقطه كده فيه. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي احنا بنشتريها من بره باسعار خرافيه، اسعار هبله يعني، فسهل قوي ان احنا نعملها بكل سهوله. هاجي بقى زيت سخن، بسم الله، واروح حاطه الزيتون ثواني اول واطلعه على طول علشان ما بياخدش وقت خالص. ده الزيتون بتاعي، هبعد الزيت على النار. خلاص كده اهو هبتدي بقى اشكل عندي. هنبتدي نقول هنعمل الاساس بقى اللي هنحط عليه. انا النهارده هستعمل بس توست، يعني مش عايزه الخبطكم، هستعمل بس توست. هنجيب لا طبعا لو جبنا التوست اللي مش مقطع وقطعناه اتخن شويه من العادي هيبقى افضل، مش مشكله لو انت استعملتيه عادي يعني، مش هيقول لا، بس انا بتكلم الافضل. خلاص هاجي ادي التوست، بسم الله. انا هقطعه ثلاث حاجات، هوريكوا ازاي علشان برضو ما نلخبطش. ادي السكينه، هاجي نوع. اولا التوست شايفين اتخم العادي شويه، احنا مقطعينه اتخم من العادي شويه اهي، اوكي. فبنجيب التوست ماسك نفسه واتخن من العادي شويه. بعد كده هاجي بالقطاعه هعمل اهو، شايفين اهي اهو. باخد من التوست أربعة، تكي جامد عشان تتقطع معايا، أربع وحدات من كل توست. دوت هنشيله وهنقطعه نحط له زيت زيتون شوية بابريكا وزعتر ويخش الفرن، بيبقى كروتونز تحفة للسلطات. ادي اول شكل خلاص. هنعمل الشكل التاني حالا. هجيب قطاعة اكبر واروح عاملة بيها واحدة كبيرة، شايفين سمكه؟ اهي نعمل بقى كذا واحدة، او نعمل واحدة تانية لان احنا اصلا مقطعين من الاول. لا دي سوري ما خدتش بالي، دي هنعملها حاجة تانية علشان ده الاخر بتاع التوست عشان كده مش هتتقطع. بص اهو دي بتتقطع بسهولة، انتوا شفتوا بقى ده ما بيتقطعش، فانا هعمل ايه؟ مش هرميه، لا احنا بنرميش حاجه. هنيجي بسم الله الرحمن الرحيم هقطعه اربعه اهو، وهحطه في التوستر او في الفرن يقرمش معايا، هيطلع شكله كده. بصوا اهو ادي الثلاث اشكال النهارده من التوست اللي هشتغل عليه، بيبقى شكله كده اوكي.
ادي اول نوع هحطه في الفرن يتقمر بسيط اهو، اللي هو والدوائر الصغيره والدوائر الكبيره. خلاص هنيجي نشتغل. اول حاجه هاجي على المقرمش ده، عايزه اعمل اربعه مثلا. اول حشوه البنجر، عشان البنجر فيه قلنا قطع اهو، بعلي وبعدين هجيب كده لون فوشيا. عايزه بقى ان انا ادخل لون تاني مع الزيتون ومع البنجر. بصوا انا بعمل كده علشان يطلع بسهوله، بس ما تكبريش الفتحه عشان ما ينزلش منها كتير. اوكي اهو ادي الزيتونه اللي حمرناها ادي اول نوع عملناه النهارده. اوكي نحطه في طبق بقى. ايوه مرسي، هحطه هنا في طبق. ادي اول نوع عملناه اللي هو بنجر مع الكريم تشيز والزيتون المخلي المقلي. ادي اول حاجه. خلاص هاجي بقى اعمل، عايزه استعمل البيض المسلوق. هقطعها ارباع. اوكي كوبايتين هقطعهم ارباع. وهاجي الافوكادو التوست الكبير. بصوا عشان تخينة عملت الرسمة ازاي. كده اهو. وهاجي مثلا هحط البداية كده، وممكن احط حتة طماطم صغننة مثلا جنبها، او نحط رمان. ده الافوكادو بالكريم تشيز. عايزه اقول لكم الاكل ده يعني بيتقال عليه فانسي، اللي هو غالي جدا. الناس اللي عندها مناسبات، الناس اللي عايزه تعمل مشاريع كيترينج، الحاجات دي بتتباع باسعار خرافيه. خليني اعمل من الصغيره برضو الزغن. كده افوكادو. ممكن بقى تحطي مع الافوكادو هنا ايه، مشروم مثلا. مشروم سلايس، مشروم حاجة بسيطة يعني على أساس إيه تغيير أهم. هنحطهم برضو ده البيض المسلوق، وادي مشروم برضو مع كريمة الأفوكادو اللي عملناها. آدي نوع. هاجي دلوقتي أعمل، إحنا قطعنا هنا بالقطاعات الصغيرة صح؟ خليني
ابيض البيض ده. القطاعات الصغيره دي قطعت بيها التوست بنفس القطاعه، بنفس القطاعه هم شالوها شكلهم. احمد لو سمحت القطاعه، بنفس القطاعه هقطع اللانشون وال او التركي والجبنه. دي القطاعه اللي انا قطعت بيها التوست اهي، بنفس المقاس هاجي للجبنه، هستعمل تشيدر واروح مقطعه. بنفس القطاعه ادي اوكي، وبعد كده هقول لكم هنعمل بيها ايه. وهنا نفس الكلام، انا بحاول اشتغل بالراحه علشان ايه تجمعوا معايا. شايفين الاشكال من فوق، بنفس القطاعه اللي قطعت بيها التوست هقطع بيها اللانشون او التركي اللي انا هستعمله. خلاص، وبقيته هيتقطع. ممكن نلفه يعني السكينه اهو، ممكن دي اروح لفاها كده وحطها بخل سنين اهي. شايفين اهي زي حته من اللانش كده اهو، واروح مثبتها بخلة سنان فوقيهم. هوريكم دلوقتي نعمل ازاي. هاجي السكينه الصغيره وهحط هنا، مش محتاجه ان انا اعمل دي، عباره الخلطه دي عباره عن جبنه قريش مع كريم تشيز ومايونيز علشان تديني طعم وفي نفس الوقت تلزق لي. ادي الجبنه، ادي اللانشون اهو اهي، سهله. عايزه تحطي فوقيها زيتونه، حته بيض، اوكي. عايزه تعمليها، بصوا بقى احنا ممكن كمان علشان ندي لون نجيب مثلا كده، ادي نقطه واحط عليها رمانايه اهي، مفيش اسهل من كده اهي، تحفه. والواحده دي التوست بتعمل لك اربعه، فاهو هنحطها هنا اهي كده احسن. خلاص، يبقى اهي هحط مسحه من الجبنه عليها تشيدر، عليها مسحه تانية، عليها لانشون، وفي الاخر ممكن احط ممكن بقى تعملي كذا طبقه كمان. يعني ممكن نعمل اهي، واجي اعمل نقطه برضو عليها تاني اهي. بصوا اهي، بص بقت اللايرز طويله ازاي. خلاص، هاجي نقطه هنا، ممكن احط دي كبيره، الطماطميه دي كبيره مش هتبقى حلوه، نصغرها اهي اهي. لو ما عنديش رمان يعني وعايزه اعمل اي شكل انا اعمله، عايزه اعمل دلوقتي الجمبري. هاجي للصوص اللي انا عاملاه بالشبت والمايونيز اللي قلت لكم ده للسي فود، وهاجي اهو كده، واروح حاطه واحده جمبري و واحده من الطماطم، مكعب صغير من الطماطم اوكي. ممكن كمان اعمل حاجه تانيه حلوه قوي بتبقى تحفه يعني. ادي التوست، هحط صوص، هحط
بيض مع واحده جمبري، ايه رايكم؟ الاشكال ممكن نعملها كتير وافكار كتير. خلينا نروح لفاصل بس دلوقتي علشان ايه تفصلوا انتوا كمان مني شويه. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. دلوقتي هنعمل كوكيز تانية اسمها كوكيز الكريسماس او الشوجر كوكيز او كوكيز السكر زي ما انتوا عايزين، اللي هي الكوكيز الاساسية اللي بتتعمل في الاوقات دي. المقادير بتاعتنا ايه؟ كيلو دقيق، 350 جرام زبدة، 3 كوبايات سكر، بيضاية وفانيليا. الفروستنج بتاعي اللي انا هزوق بيه، انا مش هعمل رويال ايسنج النهاردة، هعمل الفروستنج العادي السهل علشان اسهل عليكم. نص كوباية شورتنج، 4 كوباية سكر بودرة منخول طبعا، فانيليا وربع كوباية لبن، وهستعمل ألوان أحمر وأخضر. إيه هو الشورتنينج؟ ده اللي بيتباع في عند الحلواني بدل الزبدة عشان بيبقى لونه أبيض. بص لونه الزبدة إزاي؟ لو أنا عملت بيها أي كريمة حتى كريمة الزبدة هتديني لون أصفر وممكن تسيح، لكن التاني قوة تحمله أكتر بكتير من الزبدة العادية، وفرق اللون أكيد واضح. خلاص هاجي أعمل بقى إيه؟ هشتغل الأول في العجينة بتاعت البسكوت نفسها أو الكوكيز نفسها. هحط الزبدة أهي، هضرب الزبدة مع البيضاية والفانيليا. الزبدة يا ريت تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تتضرب معاكي بسهولة. وادي البيضة، بسم الله، وادي الفانيليا، وهنضربهم. بصوا بقى الزبدة لما تبقى طرية، مش سايحة، طرية، هتلاقيها بقت هشة بسرعة. شايفين؟ اهي دقايق وبعدين ابتدي انزل بالسكر شويه شويه وانا شغاله برضو، ما وقفش العجانه. ادي السكر والدقيق بقى، انا ههدي شويه طبعا عشان الدقيق ما ايه ما يخليناش كلنا دقيق. وبضيف الدقيق كله لغايه ما العجينه تلم معايا واوقف. مش زي بقى العجينه بتاعت المعجنات نقعد نضرب فيها 5 دقايق بعد ما تلم، لا دي اول ما العجينه تقف معاكي يعني تلم معاكي وقفي على طول علشان ما تبقاش ناشفه، عشان ما تنشفش معاكي. خلاص، وهحطها برضو في التلاجه لغايه لما اجي استعملها. اهي لازم تبقى طالعه من التلاجه ولازم الينها في ايدي علشان تتقطع صح وما تبقاش متشققه معايا. لازم تبقى طريه كده علشان ما تشقش في الفرن، تبقى العجينه ناعمه. خلاص هاجي اعمل بقى الشورتنينج، هضرب الزبده بتاعتي او الشورتنينج مع اللبن والفانيليا، وهضيف السكر البودره شويه شويه. وانا بضيف السكر البودره لازم وهو في الميكسر في الخلاط بضيف اللون، ما ينفعش اعمل اللون على ايدي علشان مش هيبقى مظبوط. اوكي، لغايه لما بنضيف المقدار كله اهو، برجع اهدي. طبعا السكر ده انا نخلاه كويس جدا لان اي تكتلات هتضايقني بعد كده في الشغل. ادي الايسنج بتاعي او الفروستنج بتاعي
اهي، وهبتدي احط بقى الالوان اللي انا عايزاها، سواء احمر اخضر، الالوان اللي انا عايزاها الون بيها. بصوا بحط بقى اللون اللي انا عايزاه، هستعمل مثلا هنا ادي اللون الاخضر، هدي لازم استعمله يعني اخلطه وهو في العجانه، ما ينفعش يتخلط على الايد لان عمره ما هيديني لون واحد. اوكي خلاص اهو، وبحطه في الاكياس بتاعت البايبنج اللي هي اكياس الحلوان. خلاص هشيل ده بقى ونشتغل. هنعمل اول حاجه، خلاص احنا كده ادي الاكياس، حاطين كيس احمر وكيس اخضر، وهستعمل ابيض، والاكياس دي انا هفرد بيها العجينه. ادي الالوان بتاعتنا، بستعمل الوان صحيه على فكره. انت ممكن في الفروستنج تستعملي معلقتين من بيوريه البنجر، هديكي لون حلو لو انت مش عايزه تستعملي الوان جاهزه. الكيس تحت وفوق اهو، وهنفرده سميك شويه، اتخن سنه من الجينجر بريد. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وطبعا القطاعات موجوده في كل مكان. انا ولادي صغيرين كنت ببعت معاهم، يعني كنت بخلص البسكوت ده وبعمل ايه، بزوقه وبحط كل واحده من اصحابهم ليها واحده في كيس، كيس اللي هو بتاع البسكوت بيتباع برده، وببعت لاصحابهم في المدرسه بياخدوا دايما لاصحابهم في المدرسه من الكوكيز دي، فكان الاولاد بيفرحوا قوي بيستنوها كل سنه بصراحه. خلاص انا سويته اهو، بجيب القطاعات بتاعتي. انا هستعمل هنا ادي الشراب بتاع الكريسماس، وهستعمل الشجره، وهستعمل النجمه اهو. ادي الشراب بتاع سانتا، وادي شجره الكريسماس، وادي النجمه. خلاص مفيش اسهل من كده، وهروح شايلاهم اهو، هوريكم دلوقتي. بصوا ادي البسكوته اتخن من الجينجر بريد، شايفين السمك اهو. خلاص ادي، وادي الشجره، وهنحطهم نخبزهم، وهوريكم بعد الخبز بيطلعوا ازاي. مفيش اسهل من كده، يعني سهلين جدا وزي الفل اهو. خلاص طبعا العجينه دي بتتلم وبنعملها من تاني، وادي ادي اللي اتخبز ماشي. ادي الشراب وبعد ما اخبزه اهو، ده ادي الشراب، وادي بعد ما اتخبز بيبقى لونه ابيض عشان كده لازم يتزوق. خلاص وهادي نفس الكلام بالنسبه، ادي الشجره وادي الشجره بتاعتي، وادي النجمه والنجمه. خلاص هبتدي بقى ايه اشتغل على التزويق، هنخلي هنا دول ونزوق حاجه حاجه. هاجي مثلا للشجره بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن اهو قد ايه الولاد الصغيرين بيحبوا يساعدوا في الحاجات دي. الفروستنج ده بيجمد بعد شويه، بعد شويه هيبقى ايه ماسك، مش هيبقى طري، هتبقى في الكيس شكلها تحفه. وبعدين ممكن اجي بالاحمر احط نجمه هنا اهي اللي فوق الشجره، و حط اللي هي النجمه اهي اهي. خلاص هاجي مثلا للشراب
اهو هلونه احمر، وممكن احط هنا ابيض فوق يعني كده اللي هو مكان الفرو بالايس بتاع الجينجر بريد اهو. اوكي اهو نعمل النجمه، نعمل النجمه و طبعا بالطريقه اللي انت عايزاها اهي. بسيطة وسهلة وما خدتش وقت مننا، وقد ايه بتفرح الولاد الكبار والصغيرين، يعني مش بس الصغيرين بيفرحوا بيها، الكبار والصغيرين بيفرحوا بيها. خلاص ادي احنا زوقنا ثلاثة. طبعا بتعملي الاشكال اللي انت عايزاها كلها، ممكن كلها تتعمل لون واحد، ممكن اعمل كده. اهي ممكن عادي خالص من غير اي حاجة، ممكن احط هنا نقطة خضراء وخلاص كده خلص الشوجر كوكيز او كوكيز الكريسماس. بصوا اهو بطريقة بسيطة وسهلة وممكن نعملها اسهل مما تتخيل، يعني ما فيش فيها اي مشكلة خالص، ونوفر كتير كتير جدا من الفلوس، وفي الاخر برضو نفرح ولادنا ونديهم حاجة مبهجة. معانا وقت كمان ولا خلصنا؟ طب ماشي، هروح دلوقتي بقى الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني. اوعوا تروحوا في اي حته.